اتفاق مع وزير مش وزير الشباب. الصوت يا جماعه. هو اللي عين اللجنه دي. تمام. خلاص؟ ما تكلمنيش عن لجنه عار وتقول لي ده مجلس اداره. مجالس الادارات بتفهم في الواجب والمسؤول. هترجع امتى لمجلس اداره الزمالك؟ شايف تعامل اللجنه ازاي مع مشكله فتوح؟ احنا عايزين انت تضامن مع احمد فتوح. استاذ المشاور. يا جماعه نزلوا التليفونات شويه يا جماعه، ما ينفعش كده والله. يا جماعه. ايه؟ يا جماعه باختصار شديد معلش يا جماعه اسمعوا، برضو مش هادي المناسبه، لكن انا احتراما لكم كاعلام. تمام. انا واقف دلوقتي على رجلي غصب عني على فكره. انا جاي معايا الزقه ده وجاي في الطريق كله. انا جاي في الف سلام عليكم استاذ سلطان المستشار. انا اسف يعني، وجاي بالسفر لابس شبشب ليه؟ تمام. عشان يا عم الوقت على رجلي مش هتقدر. نازل يا عم عشان نخلص موضوع فتوح. كان عنده جلسه انا ما حضرتش ليه؟ لان دي اول جلسه هتتاجل. تمام. اتاجل 16 يا عم انت ده رقم واحد. يا جماعه الصوت بالله عليكم، خلي المستشار يتكلم بالله. طب شايف هتوصل لفين المشكله يا استاذ المستشار؟ رقم 2 يا جماعه الصوت، يا جماعه بالله عليكم. رقم 2 فتوح شاب بيخطئ مره واثنين زي اي شاب في سنه. المشكلة انه عرفت ان الولد اسمه خالد شعيب. مش شايف حاجة. ايوه جاي بس زود الحاجز على النادي من 2015 لغايه دلوقتي. ياسر لبيب بتعليمات ممنوع عباس جابوا ايه؟ جابوا مستشار للنادي. عرفت انه عمل مداخله احدى القنوات قال انا ما حضرتش التحقيق. دي مش ميزه، امال انت موجود ليه؟ يعني ايه ما حضرش التحقيق؟ مع اولا فتوح هو كابتن الفريق دلوقتي، لان الشيكابالا ما بيلعبش، عشان نتكلم بصراحه ما بيلعبش. فتوح هو كابتن الفريق. لما كابتن الفريق يكون في ازمه وغلط، الصوت يا جماعه، الحساب دلوقتي حساب قانوني ولا حساب لحنه؟ قانوني. قانوني بعد ما يخلص الحساب القانوني يبتدي الحساب التربوي. تمام. يعني نقف معاه في زنقته قبل كده. تمام. احنا دلوقتي بنسعى للتصالح مع حسين المرحوم. ايه؟ اولا بركي شيكابالا وعبد الواحد السيد واللي راحوا الناس امبارح راحوا بعد 10 ايام، وده عيب. يعني زي ما تقول تعزي، يعني النهارده كلنا جايين نعزي بعد انا لما حددوا بعد روحنا هنا. تمام. محمود راح تعزي بعد 10 ايام، وبعدين انت هو فرحان راجل ميت لانك واخد شيكابالا ولا واخد عبد الواحد السيد ولا مؤاخذه السيد بقى كده عشان يبقى من ايه يعني. المهم يعني فاحنا عندنا دلوقتي لازم يتم التصالح والتراضي، لان الخبر اللي نزل ان تم التصالح مقابل 15 مش صحيح. الكذب كذب، وده زي ما قلت قبل كده ده بيسيء لاسره المتوفي، لان معناها انهم باعوا دم ابنهم ب 15 مليون. ربي يتربحوا كام ده مش موجود اصلا. تمام. ادي واحد. اثنين بيسيء الموقف القانوني لفتوح. ليه بقى الموقف القانوني؟ افرض قاضي هيجي له ايقاف عشان الرفض او ايقاف تنفيذ. الريحه مقرفه صح. 55 من قانون العقوبات. طب ما القاضي يقول لك اذا كان هو دفع 15 مليون، طب انا ممكن يطلع عليا اشاعات كاذبه ان انا خدت بقى حاجه. الصوت يا جماعه. فهنا يمنع القاضي يا جماعه الصوت. يمنع القاضي في ماده في الماده 187 من قانون العقوبات. كل من نشر امورا من شانها التاثير على نيابه بتحقيق او قاضي قدامه قضيه يعاقب بالحبس.